بدري يا اخوي. ما تغفلجهاش ما تغفلجهاش يا غنيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. وهي امه امال ولدي منصور فين؟ اوعوا كده. خد مرته وراح يخطب. واه ومرته تروح معاه ليه؟ ما رحتوش انت ليه يا كريم؟ واني مالي ومال كده يا امه؟ هو لسه صغير؟ ده انا اخويا جد ما شاء الله. هتفضلي طول عمرك مدب يا كريم. شايفه يا كريمه؟ شايفه امك واخده غالها من كل حاجه كيف؟ اه لو هيبه اتجوز بجد اول واحده هتروح فيها زكيه. ليه؟ هي زكيه مرته واحنا ما عارفينش؟ لا يا ناصحه، زكيه عيالها راكبين على الورث كله، لكن هيبه لو اتجوز ومرته خلفت وجابت واد يجوش. يعني يا زكيه. زكيه؟ زكيه ايه وبتاع ايه؟ انا عايزه اشوف مرت ولدي احسن تطلع عفش. ده انا ابهدله. بكره نشوفوها يا اما بكره نشوفوها. بيقولوا حلوه قوي 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 قوي. ومين قال لك؟ ماهر. اهو ماهر دي هو اللي هيخرب ايه ويسوي دي جواز. يا مري بتقولي ايه؟ اكتبي. تقولي ايه انت؟ حسبي يا كريمه هتخنقيه. مش احسن ما تولع في البيت باللي فيه. زكيه ابو هيبه هيجيب الواد. مبروك يا خوي. ربنا يسعدك يا ابو هيبة. مبروك يا خوي عقبال التالته. مبروك يا عم. عقبالك يا ماهر. امال صافي فين يا كريمه؟ من ساعه ما طلعت ما نزلتش. يا ريتك منعتني اجي معاك وخلصتني من الخنقه دي. استحملني يا اخوي النبدي، لو تعرف اللي جواي اتصوت علي. غصب عني يا منصور، غصب عني يا ود عمي. مين؟ أكيد جاي يكمل عليا. يمكن عارف إني جيت. هتفتح ولا لا؟ أيوة 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 دي أوحى. اتفضل يا ماما. اتفضل. متجمعين عند النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اديلكم سنين ما تجمعتوش انتوا التلاته. بس خلود لسه واصله يا بابا. خلود واصله من زمان، من ساعه ما سافرت شرق وهي اتغيرت. لا عاوزه تاجي البيت ولا عاوزه تسال على حد. للدرجة دي
البحر بينسي. مش كل اللي على البحر مستريحين يا بابا. حضرتك عارف الشغل هناك عامل ايه؟ ما انت لو كنت تركزي مع جوزك وتعجليه وتخليه يسيب الشغلانه العفشه اللي هو فيها دي ويشتغل معاك في الفندق كان يبقى احسن وابرك من شغلك لحالك. ولا انت ما صدقتي؟ حمزه مش ولدك لحالك يا امينه. حمزه ولداني مهما قلت ما تعرفيش حزني وحسرتي على حمزه قد ايه. لكن أني ما قادرش أسيبكم بناتي لحالكم، ما قادرش أسيبكم لزكية، ما قادرش أسيبكم لحكم وعياله. يمكن لو كنتم مستريحين مع خلف وعطية يمكن ما كنتش عملت، لكن أني مراقبهم راقبهم زين. عاوزين موتي بأسرع وقت، يحلموا بجنازتي. عاوزين يسكتوا صوتي. أنا لو هتجوز هتجوز عشانكم انتوا مش عشاني. ما قدرش اسيب غنيمة يوم واحد لزكية. أمكم طيبة وزكية عقربة، والأيام الجاية ما عاوزاش ناس طيبين. بس يا بابا في حاجة. اسكتي، دورك جاي، دورك جاي يا خوا جاي. اللي لسانك اتعودت على المزيكا أو رجلك جت على الاستوديوهات. أيوة يا بابا بس. اسكتي! فكراني مش داري بحاجة ولا خلاص؟ أشغالي نستني؟ أبوك يضرب دبة النملة، وقبل ما تغمض عين أي واحدة فيكم بقول لها تصبحي على خير. عاوزين إيه يا أمينة؟ عاوزين تورثوني؟ ما انتم ورثيني من غير حاجه، ولا العمرات اللي جوزك رايح جاي عليها دي مش ورث؟ ها؟ انا كاتب لكل واحده فيكم اللي مكفيه وانتوا عارفين. مأمن لكل واحده فيكم.